طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع الموقع بوست: متطوعة بريطانية تغادر صنعاء، اليمن موطن الرائعين والمثقفين وأصحاب الخبرات. ومن يمن مونيتور: تغريم يمني في ماليزيا ارتدى ملابس مخيفة. صحيفة دولية تقول: الكارثة التي تهدد اليمن ستجلب لنا العار لسنوات طويلة. ومن العرب نيوز: أكثر من 4 ملايين طفل وشاب أمريكي بلا مأوى. أهلا بكم. موظفة في الصليب الأحمر البريطاني تحكي مشاهد 5 أيام عاشتها في صنعاء، وقد تابع موقع الموقع بوست ما كتبته الموظفة في موقع الصليب الأحمر البريطاني، والتي قالت إنها عاشت 5 أيام داخل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد 70% من سكان اليمن الذي مزقته الحروب على المساعدات الإنسانية، وجاء الحصار الأخير الذي فرضته السعودية لوقف تدفق إمدادات الطوارئ إلى البلد. وقالت إنها قابلت الأمهات التي أجبرن على جلب المياه من الشارع، والأباء الذين لا يعرفون ما إذا كانوا قادرين على إطعام أطفالهم في نهاية اليوم. وعند التحدث إلى الناس تدرك أن الجميع على الإطلاق يتأثر بالنزاع. وتتحدث الموظفة عن صنعاء القديمة وتقول: هي مكان مهيب جدا وجميلة، عندما تتجول فيها تسأل نفسك: هل يمكن أن تكون حقا منطقة حرب؟ إذا كانت الأمور مختلفة، الناس من جميع أنحاء العالم سوف يتدفقون هنا لرؤية العمارة الجميلة والطعام المدهش والقهوة العجيبة. ومع ذلك فإن الأجانب الوحيدين هنا هم عمال الإغاثة، ولا أحد في اليمن يأخذ عطلة. وتختتم في مدوناتها: أريد للعالم أن يتذكر أن اليمن أكثر من مجرد صراع، بل هو موطن لكثير من الناس الرائعين والمثقفين وأصحاب الخبرة ممن التقيت بهم. وصلت صحفيتان فرنسيتان إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن نقلتهما مروحية عسكرية من مدينة سيئون إثر تعرضهما للتوقف هناك من قبل نقطة أمنية تابعة للحكومة اليمنية. وحصل المصدر أونلاين على معلومات خاصة من مجلة باريس ماتش التي تعمل لصالحها الصحفيتان، وتفيد أن الصحفيتين كانتا قد دخلتا اليمن في وقت سابق بعد حصولهما على تصريح من الحكومة الشرعية ومن سلطات الحوثيين التي تسيطر على صنعاء، إلا أنهما وبعد قرار التحالف إغلاق المنافذ الجوية والبحرية بدأتا التفكير في مغادرة صنعاء. ويضيف المصدر: وبعد الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف على مطار صنعاء، قررت الصحفيتان المغادرة برا عبر المنفذ البري إلى دولة عمان، وسافرتا برا إلى أن تعرضتا للتوقيف من قبل حاجز تفتيش تابع للقوات الحكومية اليمنية في مدينة سيئون بحجة أن الطريق غير آمن لمواصلة سفرهما برا إلى المنفذ الحدودي مع دولة عمان. وأوضح المصدر أنه وبعد تواصل بين الحكومتين الفرنسية والسعودية، أرسلت الحكومة السعودية مروحية لنقلهما من سيئون إلى الرياض، والتي سيغادران منها إلى باريس. وكانت وسائل إعلام سعودية تحدثت عن قيام التحالف العربي بإنقاذ صحفيتين فرنسيتين احتجزتهما ميليشيات الحوثي في اليمن. المدير الأسبق لقناة العربية الإعلامية السعودي عبد الرحمن الراشد كتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط عن جماعة الحوثي، وقال في بعض نقاط المقال: الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء ضمن مشروعها زرع وكلاء إقليميين لها مثل حزب الله اللبناني. قيادة هذه الجماعة ارتبطت بالحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من 20 عاماً، وليس حديثاً كما يظن البعض. ومع الوقت صاروا يشبهون كثيراً الجماعات الإيرانية المسلحة الأخرى في المنطقة التي يدربونها على السلاح والتنظيم والدعاية. إيران هي التي اختارت لهم اسم التنظيم وشعاره. أنصار الله اسم حزب الحوثي،
شعاره وصرخته التي تكتب وتردد يوميا هي نفسها التي تردد في طهران: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لكن الحوثي يختلف عن حزب الله اللبناني بأنه رقم صغير في اليمن، أقل من 5% من السكان فقط. وقد سعى الإيرانيون لمساندته، معتمدين على حزب الله اللبناني الأكثر تطوراً الذي يتولى إدارة شؤون الحوثي في اليمن، مستفيداً من تجربته الطويلة العسكرية والاجتماعية والدعائية في لبنان، وهو من يجهز وليده الحوثي ليسيطر على اليمن. ولهذا ظهرت خلال حرب السنوات الثلاث الحالية نشاطات متقدمة للحوثيين في استخدام الأسلحة، بما فيها الصواريخ البالستية وعمليات التجنيد الإجبارية التي لا تتورع عن إعدام الرافضين أو أهالي المجندين الهاربين. الحوثي يشبه كثيراً تنظيم داعش، كلاهما فعلياً إرهابي من حيث الفكر والممارسة. وقد سبق لنا أن رأينا كيف أن داعش في العراق وسوريا رغم صغره سيطر على محافظات كثيفة السكان أو مدن مليونية مثل الموصل، ولم يمكن تحريرها من براثنه إلا بجهد عسكري دولي. ومن دون مشروع واضح يدرس طبيعة التنظيم وعمله في الأرض، فإن مواجهته بالقصف الجوي لن توقف خطره. صحيفة الأيام تتحدث عن نازحين منسيين هربوا من الحديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكنهم بقوا هناك كعالقين في المنفى. نازحو الحديدة بالعاصمة عدن صورة من مأساة لم تنتهي، ومرتباتنا انقطعت وأطفالنا بلا تعليم. وقالت الصحيفة نقلا عن إحدى النازحات من الحديدة والمقيمة في مديرية البريقة: نزحت أنا وأفراد أسرتي بحثا عن ملاذ آمن وطلبا للعيش بعد أن دمر الحوثيين كل فرص العيش في قرانا ومدينتنا، غير أننا أصدمنا بواقع أكثر بؤسا وألما وضراوة. محمد ثابت هو الآخر أحد نازحي بيت الفقيه من ذات المحافظة، يقول: بلغت مدة نزوحي العامين في ظل معاناة كبيرة نتيجة لتوقف رواتبنا والتي كنا نأمل بأن تصرف لنا في عدن، غير أنه لم يتم ذلك الأمر الذي اضطرنا إلى اللجوء للأعمال العضلية. علي عبد الله جابر مندوب نازح الحديدة بعدن قال للأيام إن عدد النازحين 193 أسرة تعاني من فقدان العمل وعدم قدرة أبنائها على مواصلة التعليم لعدم القدرة على تحمل مصاريف الدراسة، فضلا عن فقدان الأوراق والوثائق الثبوتية. في الصفحة الرئيسية لموقع يمن مونيتور احتل عنوان حول شاب يمني في ماليزيا أقدم على عمل غريب، وعنوان الموقع: تغريم يمني ارتدى ملابس انتحاري خلال احتفال الهالوين بماليزيا، حيث فرضت محكمة في ماليزيا الغرامة على مواطن يمني ارتدى زي انتحاري خلال الاحتفال بعيد الهالوين شهر أكتوبر الماضي. ونقلت صحيفة دا سانديلي الماليزية الجمعة الماضية أن المحكمة فرضت غرامة 400 ريجنت تعادل $100 لإخافته زميلا أرمانيا في دماناسرا دعاه إلى شقته للاحتفال بعيد الهالوين. ووجهت النيابة العامة تهمة الإزعاج العام لأمجد جلال أحمد الدحان 34 عاما من خلال ارتداء الزي في شقة أرماني في حوالي الساعة 7:40 مساء يوم 28 من أكتوبر 2017. ويتابع الموقع: الهالوين هو عيد القديسين، احتفال يقام في ليلة 31 من أكتوبر، ويتم لبس ملابس مخيفة تدل على الأرواح والأموات بطرق مرعبة وأساليب متنوعة. بين كاتالونيا وجنوب اليمن، تحت هذا العنوان كتب عبد الإله هزاع الحريبي مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: جرت تطورات دراماتيكية في أسبانيا التي كادت أن تفقد أحد أقاليمها، موقف داخلي قوي وموقف أوروبي أكثر قوة أطاح أحلام الكتالونيين في الانفصال والاستقلال عن أسبانيا. على الرغم من كل ما يقال عن المواثيق والمعاهدات الدولية بخصوص حق تقرير المصير، إلا أن أوروبا أجمعت على رفض الانفصال. وعندما لجأ رئيس إقليم كاتالونيا إلى بروكسل مع معاونيه، تم القبض عليه ولم توفر له الحماية والدعم. لفتت انتباهي وحدة الموقف الأوروبي الذي ينساق مع مصالحهم في بقاء أوروبا موحدة،
وهي ذات العرقيات المتعددة والطوائف الأكثر عدداً، إذا كان تحقيق أحلام الكتالونيين في الانفصال وفك ارتباطهم مع مملكة أسبانيا مدخلاً لتحقيق عدة أحلام لقوميات أخرى، وفي المقدمة إقليم الباسك الأسباني وأقاليم أخرى في دول أوروبية كإيطاليا، وهو ما يعني في المحصلة تفتت أوروبا، وهذا وعي أوروبي يفتقده العرب للأسف الشديد. في جنوب اليمن وعلى الأقل ظاهرياً يعمل التحالف العربي على إضعاف السلطة الشرعية. التحالف العربي يدعم ميليشيات في الجنوب على حساب الدولة، وكأنه يعمل على نسخ تجربة الحركة الحوثية وإن على نحو مغاير. أوروبا متعاضدة تعمل من أجل مصالحها الاستراتيجية، في حين أرى عرباً لا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم، بعيدين عن الخطط الاستراتيجية، ولا ينظرون إلى أن تفتيت اليمني بدعم انفصال جنوبه عن شماله سيعني في المستقبل انفصال جنوب المملكة عن شمالها، وسيعني تفكك الإمارات إلى دول. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها رئيس الوزراء نناقش خطة شاملة لتأمين عدن والوحدة ضرورية لهزيمة العدو، وعنوان آخر الرئيس يرفض استقالة المفلح ويشكل لجنة لتمكينه من مبنى المحافظة ومنزل المحافظ، وسفير أمريكي سابق يقول السعودية قد توسع حربها في اليمن، وصالح فقد ثقة الجميع. ميدانيا تعزيزات جديدة للشرعية تصل نهم، والميليشيا تداهم منازل المواطنين في أرحب، وعنوان أيضا مقتل 8 حوثيين في معارك ضارية بمأربة، وغارات على المجح وهيلان وتبت المطار. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. بقليل من التأمل تكتمل الصور. أجندة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. تستعرض افتتاحية صحيفة الجارديان الوضع الكارثي في اليمن، وتقول إن استمراره سيجلب العار علينا لسنوات طويلة، وتعنون الكارثة التي تهدد اليمن ستجلب لنا العار لسنوات طويلة. وتستهل الصحيفة البريطانية افتتاحيتها قبل 20 سنة، أقر توني بلير بمسؤولية بريطانيا عن المجاعة التي فتكت بمليون شخص في إيرلندا. كان لابد من تلك اللفتة، لأن نار الألم والغضب لم تخمد حتى بعد مرور قرن ونصف من الزمن. وتنقل الجارديان للحديث أو تنتقل الجارديان للحديث عن مجاعة أخرى وشيكة في مكان آخر من العالم، في اليمن، الذي تقول الأمم المتحدة أنه مهدد ربما بأسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم على مدى عقود. كان هذا ما تنبأت به الأمم المتحدة حتى قبل أن تفرض السعودية حصارا في وجه المساعدات الغذائية والطبية قبل حوالي 10 أيام. وتقول الصحيفة قد تم تدمير بلد فقير بفعل الحرب الأهلية والحرب الوكالة، فقد طرد الحوثيون المتحالفون مع إيران رئيس الحكومة الشرعية عبد الرب منصور هادي، وتحالفوا مع سلفه الذي كان قد أطيح به في الربيع العربي. منذ ذلك الوقت سقط 10,000 قتيل، الكثيرون بينهم سقطوا بفعل غارات التحالف التي تقوده السعودية بحسب الصحيفة. وتستمر الافتتاحية في تفصيل ملامح الكارثة التي تهدد اليمن وتنهيها بعبارة التاريخ لن يرحمنا. استقالة المفلح حصاد عراقيل حلفاء الإمارات في عدن، عنوان في صحيفة العرب الجديد قالت في تفاصيله إن محافظ عدن الذي لم يتمكن من الوصول إلى مقر عمله منذ تعيينه قبل أكثر من نصف عام، أتت استقالته المثيرة أخيرا كي تثير جدلا في الأوساط اليمنية، بعد أن رمى باتهامات مباشرة للحكومة الشرعية بالفساد وبالرفض المبدئي لاستقالته
بدأ موقف الرئيس هادي الذي أكده مصدر إعلامي في الحكومة الشرعية للعرب الجديد، مشيرا إلى أنه سيناقشها مع المحافظ لدى عودته المرتقبة إلى مقر إقامته المؤقتة في السعودية أو إلى عدن. وفي الرسالة التي بعثها المفلحي إلى هادي وضمنها مسببات الاستقالة بما في ذلك الهجوم الحاد على الحكومة ورئيسها، تطرق إلى أبرز القضايا الخلافية بينه وبين بن دغر والتي كانت قد برزت منذ أسابيع. مصدر في مكتب رئيس الحكومة وفي تصريح للعرب الجديد وصف اتهامات المفلحي لبن دغر بالفساد والهجوم الذي شملته رسالته الاستقالية بأنه شماعة، معتبرا أن المفلحي فشل. صحيفة القدس العربي ونقلا عن رويترز تتناول تقريرا للأمم المتحدة تحت عنوان التحالف يهدد أمن اليمن بمنع المساعدات وشكوك في مزاعم السعودية حول تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ. مراقبون من الأمم المتحدة معنيون بمتابعة تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي قالوا إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن يهدد السلام والأمن والاستقرار في البلاد من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية. ودعا المراقبون المستقلون أيضا التحالف إلى توفير أدلة على ما تقوله الرياض عن تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ، وحذروا من أن عدم فعل ذلك سيعد انتهاكا لقرار أصدره مجلس الأمن في فبراير 2017. وكان التحالف في السادس من نوفمبر قال إنه أغلق كل الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن لكبح تدفق الأسلحة للحوثيين من إيران بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق نحو العاصمة الرياض. وفي تصريح سابق للمندوب السعودي لدى الأمم المتحدة قال إن الرياض فحصت حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على السعودية وأكدت دور النظام الإيراني في تصنيع تلك الصواريخ. وقال مراقبو الأمم المتحدة إنهم لم يروا أدلة تدعم مزاعم نقل صواريخ باليستية قصيرة المدى للتحالف الحوثي صالح من مصادر خارجية، في إشارة لتحالف الحوثيين مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. جد التنوير الأوروبي كان مسلما، تحت هذا العنوان كتب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في أوروبا زميل مركز حل النزاعات المستعصية في أكسفورد كورت دي بي فوف في مقاله المعاد نشره في الغد وترجمه علاء الدين أبو زينة. وصل أهم الفلاسفة والعلماء اليونانيين إلى أوروبا لأنهم ترجموا من العربية في حركة الترجمة التي بدأها الخلفاء في بغداد في القرن الثامن. وفي المركز منها كان علم فلك بطليموس وهندسة إقليدس وطب جليانوس. وفي الوقت نفسه تمت ترجمة النصوص العلمية الهندية والفارسية إلى العربية، وبدورهم حاك العلماء المسلمون هذه الأفكار معا في حين ارتقوا بها في الوقت نفسه وخلقوا مجالات جديدة للعلوم مثل الكيمياء وعلم الجبر. وكانت حساباتهم هي أساس الاكتشافات التي حققها كوبرنيكوس ونيوتن، ولم تقل الفلسفة أهمية عن ذلك في بلاط بغداد. كان أفلاطون وأرسطو يحظيان بشعبية كبيرة هناك وكانا موضوعين للدراسة والمناقشة والجدل، ومع ذلك واجه الفلاسفة الإسلاميون نفس المشكلة التي كان قد واجهها المسيحيون السابقون والذين جاءوا في أعقابهم. ما من شك أنه كان للعلماء والفلاسفة المسلمين دور أساسي في تكوين التفكير الأوروبي. أما وقد قيل ذلك فإن الصحيح أيضا أن العالم العربي واجه أزمة فكرية امتدت على مر القرون، وقد دمرت الأنظمة الدكتاتورية والتطرف الديني العلم العربي والفلسفة العربية، في حين حقق الغرب قفزة مذهلة إلى الأمام. ومع ذلك فإن إنكار دور العالم الإسلامي في تاريخ الفكر العالمي هو اغتصاب للتاريخ نفسه، ولا يمكن أن تكون للغرب أي مصداقية إذا كان يلوم الآخرين على تزوير التاريخ في حين لا يفعل أفضل بكثير هو نفسه. لقد آن الأوان لإعطاء الحقيقة التاريخية مكانا جديدا في تعاليمنا للتاريخ. في عنوان أو في عناوين موقع العرب نيوز المنوعة نطالع أكثر من 4 ملايين طفل وشاب أمريكي بلا مأوى. وقال الموقع يعيش حوالي 4.2 ملايين طفل وبالغ شاب من دون مأوى في الولايات المتحدة، على ما أظهرت دراسة حديثة قدمت على أنها الأكثر شمولا في هذا الموضوع.
وطبق الباحثون في جامعة شيكاغو تعريفاً موسعاً لمفهوم التشرد يشمل الأشخاص الذين يعيشون في العراء أو أولئك الموجودين في الملاجئ، إضافة إلى الأشخاص الذين يقيمون بشكل مؤقت لدى آخرين بسبب افتقارهم لمسكن خاص دائم. وأوضح ماثيو مارتون أن دراستنا هدفت لإعطاء أمتنا للمرة الأولى رؤية كاملة عن الشباب المشردين من خلال إدراج شبان لم يكونوا يدرجون دائما في الدراسات السابقة. وأحصت الدراسة ما لا يقل عن 700 ألف مراهق بين سني 13 و17 من دون مأوى ثابت، و 3.5 ملايين شاب بالغ بين سني 18 و25. كل يوم يقدم العلم دليلا على التطور الذي لا يمكن أن يوضع له حدود، ففي صحيفة الشرق الأوسط عن عنوان بارز للخبر الأكثر قراءة على مدى يومين: طبيب إيطالي يعلن نجاح أول عملية زرع رأس في العالم. وقال الجراح الإيطالي سيرجو كانافيرو إن أول عملية جراحية لزراعة رأس بشري حي أصبحت وشيكا بعد أن تمت على إحدى الجثث البشرية بنجاح. وقال الطبيب في مؤتمر صحفي اليوم إن العملية تمت على إحدى الجثث في الصين واستمرت لمدة 18 ساعة، وأنه من الممكن بنجاح إعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية مرة أخرى، وسط آمال بأن تفتح الخطوة بابا أمام علاج حالات مرضية معقدة. وقال إن فريق جامعة هاربين الطبية حقق أول عملية زرع للرأس البشري، وأنها وشيكة الحدوث على الإنسان الحي، وأن العملية تمت بفريق يقوده الطبيب شياو يانغ رون الذي نجح العام الماضي في زرع رأس على جسد قرد. وتقول الصحيفة تجري العملية من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية ونقلهما إلى جسد آخر توفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة. 25 من المناظر الطبيعية الأكثر سريالية في العالم نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية في جولتها المصورة اليوم، وقد جاءت جزيرة سقطرى اليمنية كواحدة من تلك الصور. نتابع الصور. وبهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم في أمان الله وحفظه.